بالنسبة للضاحية الجنوبية لبيروت حاليا تشهد هدوءا حذرا، وذلك بعد السلسلة من الغارات العنيفة التي تابعناها سويا في الساعات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على الضاحية بعد دقائق فقط من أوامر إخلاء إسرائيلية. ووصل عدد الغارات الإسرائيلية إلى 13 غارة استهدفت فيها تل أبيب مبان سكنية في منطقة شويفات العمروسية وحار تحريك، حيث شوهد اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان. يعني هناك هدوء حذر على ضاحية بيروت الجنوبية منذ ساعات الصباح بعد الغارات، سلسلة الغارات التي شهدتها المناطق، إن كان في الشويفات العمروسية التي وصفت تلك الغارات بأنها الأعنف أمس، كان هناك يعني انهيار لمبنيين بأكملهما، إضافة إلى حرائق رصدت في المنطقة، إضافة إلى مبنيين آخرين كانا قد وقعا بالكامل في منطقة سانتراز، إضافة إلى طبعا استهداف حارة حريك واستهداف برج البراجني. الضاحية حتى الآن يعني الحرائق التي تبدو من خلفي هي حرائق نتيجة الغارات التي حصلت خلال ساعات المساء، ولكن هناك هدوء حذر في المنطقة. موضوع الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية الذي استمر منذ يوم السبت الماضي دون توقف، هذا الأمر بات يعني ربما مع شدته هو أمر اعتيادي للبنانيين، ولكن غنوة منطقة العمروسية بشويفات هل تم إخلاءها؟ يعني الضاحية تقريبا هي مخلاة تماما، ولكن بالنسبة لشويفات ومنطقة العمروسية هل أيضا تم إخلاءها بالكامل أم يعني تم استهدافها فقط بعد دقائق من الحديث بأنه يجب إخلاء هذه المناطق؟ المناطق التي تتعرض عادة للاستهدافات المتكررة في الشويفات عادة تلك المناطق تم إخلاؤها، السكان غادروها، ولكن هناك مناطق أخرى لا تزال يعني يقطنها السكان في الشويفات، ولكن كل ما هو يتكرر المناطق التي دائما تتكرر فيها الغارات تلك المناطق غادرها السكان تماما، يعني سواء كانوا في ضاحية بيروت الجنوبية أو على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية.